قديش عمرك؟ 11 ونص. طب احكي لي كيف بتقضي وقتك بالصيف؟ باجي امرات مع ابويا وامرات بروح على مخي على المسجد وامرات على دورات القران. قديش عمرك؟ انا عمري 11 سنه. بالمدرسه بتروح المدرسه؟ نعم. طب امتى بتشتغل؟ بشتغل بس بالعطله. ليش بتشتغل بالعطله؟ هيك بس عشان اتسلى. بتروح المدرسه؟ اه. طب بتحب تشتغل بالصيف ولا تروح المخيمات الصيفيه؟ بروح بساعد ابوي. قديش عمرك؟ 12. بتروح على المدرسة؟ لا بس بدي ارجع السنة. طيب شو تتعلم عند عمك؟ صنعة. تعلم فترة الصيف؟ اه. تعلم صنعة ايش؟ ميكانيكي. ميكانيكي؟ شو بتحب تطلع لما تكبر؟ ميكانيكي. بشتغل بعمل بتعلم صناعات جداد. يعني تدرس في المدرسة؟ اه. يعني بس في العطلة الصيفية بتشتغل؟ ام. طيب احكي لي شو بتتعلم هون؟ بتعلم انه يعني اركب اشياء واشد اشياء واشياء من هدول يلي بنشتغلهم. طب ليش ما بتروح على مخيمات صيفية؟ ما حبش.